السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين، احلى اخوات في الدنيا وعلى المجرة. اخباركم ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وهنا وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة تحفة جدا، حاجة كده سوفت قمر قوي للحر اللي احنا فيه، اللي احنا كل فيديو هنقعد نقول يا جماعة ديروا بالكم من الحر اللي احنا فيه ده، علشان الشعرية هتتحرق حرفيا وهتنشف وهتتقصف ويحصل لها كده حاجات غريبة. اساعد نفسي ازاي؟ ان انا استخدم سيرم، استخدم كريمات مرطبه، زي ما قلت لك خلال اليوم لازم اعمل حاجه بخاخه ارشها على شعري، خلال الاسبوع بعمل حمام كريم. ده لو انت عاوزه تعدي من فصل الصيف على خير، شعري مش متقصف، شعري مش متهالك، شعري مش خشن او جاف. تمام كده، تمام كده، هنبدا بقى في الفيديو. بس قبل ما نبدا في الفيديو، ادعوا لاخواتنا اللي عندهم اولادهم في ثانويه عامه، وبالذات وبالذات مامي سهيله حبيبتي. كل تعليق تقول لي يا رشا بالله عليكي خلي اخواتنا يدعوا لبنتي سهيله في الامتحان، ربنا يا رب ينجحها وينجحها وينجح ابن اختي وينجح كل اللي في الثانويه العامه. اي حد عنده حد في الثانويه العامه يقول اسمه عشان ندعي له المره الجايه بالاسم، ربنا ينجح اولادكم جميعا. يلا بينا نعمل الوصفه بتاعت النهارده. بس بالله عليكي زي ما قلت لك حطي تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ادعي لاخواتنا بتوع الثانويه العامه وحطي لي لايك واكتبي لي رقم اللايك في التعليقات. اول مقوم معانا الا وهو المكون القريب الى قلبي اللي معزته من معزه ابني، طبعا انتوا عرفتوه لما اقول لك ابني تعرفي على طول، الا وهو بذر الكتان. قلنا ان بذر الكتان ما هو الا منجم كولاجين، حاجه كده. يعني ايه منجم كولاجين؟ يعني حاجه كده قمر بيعالج كل مشاكل الشعر، من تقصف، من هيشان، بيطول الشعر، بيعالج التساقط، كل شيب، كل مشاكل شعرك حرفيا طبعا بتتحل بيه الكولاجين. فمش هتلاقي احلى من بذور الكتان. بيبقى شكلها كده البوكتك بالمنظر البني ده، موجوده في كل محلات العطاره. تمام تمام، هناخد منها معلقه او معلقتين حسب الكميه اللي احنا هنعملها. بس حضرتك عاوزاك تديري بالك من حاجه، ان احنا في فصل الصيف، يعني ما ينفعش تعملي لي فرح ابن العمده. بذر الكتان صلاحيته بالكتير قوي داخل الثلاجه اسبوع، فما تجيش بقى تعملي لي حبه كتير وتقولي لي بقى ده يقعد معايا اسبوعين او حاجه، هيتلف. اعملي على قد زي ما احنا بنعمل مع بعض، معلقتين من ده قمر قوي وكفايه، ولما يخلص نعمل غيره. تاني مكون معانا وهو مكون احنا اطلقنا عليه اسم ان هو هيلورونيك كده في نفسه. ليه يا رشا قلت عليه ان هو هيلورونيك؟ لان يا روح قلبي بيحافظ على رطوبه الشعريه. الا وهو ايه؟ اظن جه في دماغ ناس وفي ناس ثانيه يتلخبطوا فيه. قولي لي يا اختي اذا كنت ده اللي جه في دماغك ولا واحد ثاني. هو في حاجات ثانيه برضو، بس هو ده اللي انا هستخدمه النهارده. الا وهو السلامكه، او ناس بتقولها السلامكي، او في ناس بتقولها ليها كذا فوناتكس هجيبهم لك، يعني سلامكه، سلامكه، ايا كانت. زي ما قلت لك سلامكه ام حسن يا اختي من الحاجات اللطيفه جدا اللي اللي بنعملها معامله الهيلورونيك. ليه؟ بتحافظ على رطوبه وتنعيم الشعريه. في اعشاب موجوده على المجره وليكن القرنفل، لما باجي بستخدمه برشه على شعري، اه حلو بيجدد بصيلات الشعر ولا بلا بلا، بس مع الوقت ممكن ينشف لك شعرك. اعشاب بترطب بقى الشعر وبتحافظ على جزيئات الميه داخل الشعر، من ضمنها اللي هو السلامكه او السلامكه، او على حسب بقى ما انت بتنطقيها في بلدك ايه. عامه بيبقى شكلها بالمنظر ده. محدش يقول لي لا اصل انا عندي شكلها حاجه ثانيه، اصل انا عندي اخضر، اصل هو ده، يعني هو ده عامه، هي دي عامه، هو ده عامه شكلها. ادخلي كده على جوجل واكتبي كده السلامكي، هكتب لك برده اسمها عشان تعرفي تعملي سيرش في جوجل، سي مثلا في الجزائر اسمها ايه، سي في المغرب اسمها ايه، عشان تعرفي توصلي لها. ما تقوليش بقى اصل كان شكل مختلف التانية بقصه، دي من غير قصه، يعني ما تفرهدنيش وانا ما تفرهدنيش يا اختي وانا مفرهده من غير حاجه، وكمان عيانه ومحدش بيدعي لي، يعني كفايه ان انا عيانه. واه صحيح، بالمناسبه بجد بشكر كل اخواتي اللي بيدعوا لي، ربنا يشفيني، ربنا يا رب يحفظكم يا قلب اختكم من كل شر ومن كل مكروه، وبجد الف شكر على دعائكم، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. تمام، ادعي لي يا بنتي ربنا يشفيني، لاني امس الحاجه الى الدعوه، ربنا يا رب يشفي كل مريض. تمام، فحضرتي كان عاوزه السلامكه دي. تمام كده، تمام كده. طب يا رشا معلش، احنا متعودين منك انك انت كل مره بتقولي لنا البدائل، انا ما عنديش السلامكه او مش عارفه اوصل لها او 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 حاجات كتير. ممكن حضرتك تجيبي لي شويه من ورق، شويه من ورق الغار اللي احنا بنسميه ورق الرنت، او بنسميه ورق اللورا اللي احنا بنحطه على الشوربه، او في ناس في الدول العربيه بتسميه ورق موسى، برضو ورق الغار اللي هو ورق الرند اللي هو ورق موسى، ايا كان الاسم اللي بتطلقيه عليه البختك، من الحاجات اللي بتتعامل برضو معامله السلامكه دي، ان هي بتحافظ على جزيئات الميه داخل بصيلات الشعر، بتحافظ على رطوبه الشعريه، كان زي ما قلت لك كده هيلورونيك في نفسه برضو هو كمان. فلو ما عندكيش السلامكه هنبدلها بورق الغار. حلو حلو، 100 100، ومتشكرين على البديل يا اوشا. هنيجي بقى للمكون القمر لتطويل الشعر
احنا سمعنا كلامك وقلنا منجم كولاجين وهنعالج مشاكل شعرنا، لعبت لنا على تنعيم الشعر في الحر ده، كتر خيرك مفيش احسن من كده. العبلنا بقى على انبات الشعر، العبلنا بقى على تطويل الشعر بسرعه الصاروخ لاخر ظهرنا. بنوتي قرعه وكل اللي يشوفها يقول لها يا بنتي القرعه شعري مش عاوز يطول، عملت فيها ذكيه ورحت قصيت شعري من يومها مش عاوز يطول تاني. النهارده حلك في العشبه القمر دي، كنا احنا من اوائل القنوات اللي طلعنا اتكلمنا عنها وعملنا لك زيت بيها كمان، لو عاوزاها تلاقيه في ملف الزيوت. العشبه دي يا نور عيني، حط لايك بالله عليكي وتعليق يا اختي، تعليق مش التعليق مش بفلوس يا اختي، حطي تعليق واسلكي عشان ربنا يكرمك تسهدي وتستري. العشبه دي البوكسيك اكيد في ناس كتير قاعدين بقى عرفوها لان احنا اشتغلنا بيها كتير، وزي ما قلت لك عملنا بيها زيت. العشبه دي بيطلق عليها ديل الحصان، ايوه زي ما انت سمعتي كده، دي اصلا عشبه عشبه يعني في الاساس بتبقى خضره وبتنشف معانا بالمنظر ده. عايزه اقول لك ان هي شبه قوي قوي الروزماري اللي هو اكليل الجبل او بنسميه حصل بان، بس جيت قبل كده في فيديو حطيت لك الاثنين جنب بعض وفي فرق كبير بينهم. الروزماري بتبقى الشعيرات بتاعته اضخم من كده ومغدر سيكه كده شويه عندها، تمام؟ اما ده بتحس ان الشعيرات بتاعته زي خفيفه كده، تمام؟ اهو عايزه اقربه لك برده، بيبقى بالمنظر ده، اسمه كده ديل حصان. بتروحي للعطار بتجيبيه وبيديكي بقى شويه الحاجات الورق والكلام ده معاه، اوكي كده تمام. ديل الحصان بيعمل ايه في الشعر؟ والله يا غاليه مش محتاجه اقول لك، هو يعني اسم على مسمى حرفيا، بيطول الشعر بطريقه رهيبه فوق الوصف. سامعاكي يا اللي بتقولي طب انا مش عارفه احصل عليه وهو موجود مرمي عند العطارين، يعني في فرق لما يكون حاجه مش عارفه تحصلي عليها وفي فرق لما يكون حاجه اصل انا ايه مكسله انزل اجيبها، دي نقره ودي نقره، تمام؟ طيب بفرض ان انا مش عارفه احصل عليها، البديل مش هيكون نفس الكفاءه الا وهو الروزماري، لو اللي احنا بنسميه اكليل الجبل او قلت لك في بلدان عربيه بتسميه حصل بيه، ده البديل. بس عشان نبقى منصفين كفاءة أعلى بكتير جدا من الروزماري، تمام؟ فلو حضرتك الموضوع مش هياخد منك أكتر من 10 جنيه عند العطار هتجيبي كيس ملان هيكفيك ياما. لو حضرتك متاح إنك تجيبيه هيبقى أمر قوي، خلاص الدنيا أزمت وإحنا متعودين منك يا رشا على بدائل ونعديها الناس لبعضيها، أوكي روحي قلبي حطي شوية من الروزماري. هعمل إيه دلوقتي؟ هاخد بذرة كتان معلقتين مثلا، معلقة من السلامكة، معلقة من ديل الحصان، واحطهم على كوباية او كوبايتين من المية وهسيبه يغلي لحد لما يعمل معايا جل. بعد ما يخلص الجل هجيبهولك يا روح قلبي ونكمل الوصفة بتاعتنا. هروح اجيب الجل واجي الاقي اليوتيوب بعت لي انذار من كتر التعليقات، يعني انا هسيبك لضميرك، هسيبك لضميرك واشوف هتحطي كام تعليق، ماشي؟ عشان انا عايزه قريب بعمل لكم، عشان انا قلت لكم داخله عمليات قريب الفتره الجايه، عايزه قبل ما ادخل عمليات بقى اعمل لكم الحاجات اللي هي الحصري اللي هي الوصفه بتاعه الهالات اللي احنا كنا متفقين عليها. زيت الموز بشكل تحفه جدا، فشجعوني بدل ما اروح اعمل عمليتي ومع نفسي، ماشي؟ شجعوني اعمل لكم الحاجات اللي هي الحصري دي اليومين دول. حطي تعليقات عم اجيب الجل واجيلك. ورجعت لكم تاني وبشكر كل اخواتي الخمسه سته اللي حطوا لايك وتعليقات، ربنا يخليكي ليا نور عيني، تسعدي وتستري وتتجبري وتتهني. بصي يا روحي، عملناه زي ما قلت لك بذر الكتان مع شويه من السلامكه مع شويه من اعشاب دير الحصون، طلع معانا بالمنظر ده. حطينا معلقتين من بذر الكتان، عاوزه تقلي القوام عن كده، اوكي انا عاوزه اخليه كده لاني عايزه احطه في الازازه اللي هي البخاخ دي، لاني قلت لك لازم على مدار اليوم بحط رش على شعري. لا يا رشا، ده انا بحب بذر الكتان يكون القوام التقيل الجل ده، مفيش مشكله حطي معلقه زياده هيطلع معاك القوام التقيل الجل ده، فاهمه عليا؟ كده سوفت قوي وقمر و100 100 وكده كده لما بيبرد بيتقل زي ما احنا عارفين، تمام. هنزل عليه بقى بايه؟ وديري بالك معايا، انا عاوزه العب برضو على تنعيم الشعر تاني. قلنا احنا في صيف لازم شعرنا نرطبه طول الوقت والا الشعرايه بالبلدي هتتكسر مننا وهتتقصف. ايه اللي هيديني الترطيب القمر ده؟ بصي يا قلب اختك، عاوزه معلقه من، ها نركز مع بعضينا، الفازلين. ثانيه واحده اهو، الفازلين يا روح قلبي احنا عاملينه هنا على القناه، طريقته اسهل مما يكون. الفازلين عاملهولك بكذا طريقه كلها طرق حصري وقمر، لدرجه اني عامله لك ملف كامل اسمه ملف الفازلين، هتلاقيه موجود عندك في الملفات في اول تعليق. كنت انا اول قناه على اليوتيوب واخر قناه اعمل لك حاجه اسمها فازلين الموز، زيت الموز حولناه الفازلين، كان حاجه كده رهيبه، ده لدرجه ان انت تحطيه على ايدك كانك حاطه كريم اساس بيخفي عيوب البشره وحاجه، كان وهم كده
فلو عايزه فازلين العادي او فازلين الموز اللي بحكي لك عنه ده هتلاقي كل ده موجود عندك في اول تعليق، الملف بتاع الفازلين في اول تعليق. عايزه فازلين السايل اللي هو الغالي وغالي وبيعطر الجسم، هو برده هتلاقيه موجود. كل اللي انت نفسك فيه هتلاقيه في ملف الفازلين. بص عليه، هحط هنا اهو معلقه الفازلين زي ما انت شايفه، ابيض وشفاف، ريحته رهيبه فوق الوصف. كل ده زي ما قلت لك هتلاقيه ايه عندك في ملف الفازلين. لا يا رشا ده انا عايزه اجيب فازلين سايب. مفيش مشكله يا قلب اختك، هاتي فازلين سايب واشتغلي لنا بيه. تمام اهو. طبعا المفروض في الخطوه دي ان احنا بناخده بتحطيه في خلاط او بالهاند بلندر، او انك انت طبعا ما دام هو كده كده سخن فهي هتسيح معاكي، لكن طبعا ايه اللي يريحك. انا شخصيا لا، مش مستاهله ان انا اروح اوسخ الخلاط ولا الكبه واعمل افلام، كده كده اوريدي هي عامله زي معلقه السمنه اهي، هتلاقيها ساحت معاكي هنا اهو. تمام، ثواني يا غاليه اهو، معلقه الفازلين مع جل الصبار، لك ان تتخيلي النعومه والترطيب والطراوه اللي هيكون في شعرك اهو. تمام تمام، ومية مية وعال العال، هو كده كده هياخد بقى الحراره بتاعت الطبق وهتسيح معانا. طيب يا رشا معلش، مع احترامي ليكي حاولي بس تعلنا سيكه كده برضو، معلش بالترطيب، انا مش عارفه اسيب شعري، انا بنتي بتنزل لحد المدرسه او لحد اي مشوار بتيجي شعرها قد كده، والجو حر وشعرنا بقى خشن وراجعين من مصيف وكده، فاهمه؟ لو الدنيا بايظه 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 حضرتك حطي لي شويه من الجليسرين. جليسرين يعني يا نهار ترطيب برضو ونعومه للشعر. النهارده انا عامله لك وصفه، اقوى وصفه لتنعيم الشعر حرفيا. لو شعرك اللي هو خلاص بقى، لا يا رشا والله فعلا خشن خشن، اللي هو انت عارفه الشعر الافريقي الشعر المجعد، هنحط هنا غطا من الجليسرين. لا ده الحمد لله انا شعري عادي لسه، يعني في الرمق على ولا لسه شعري عادي، خلاص هتكتفي بكده. معلقه الفازلين دي قمر قوي، واذا انت درت بالك هي خلاص دابت معانا. تمام، القوام بتاع جل الصبار زي ما انت شايفه حلو اهو، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، لا قمر وسوفت كده وحاجه مزيك اهو. تمام تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ لا اما تسيبيه على وضعه كده، لا اما تحطيه في بخاخ، وطبعا بخاخ بيبقى افضل. لا ما عنديش بخاخ، اوكي هنسيبه على وضعه كده ونستخدمه. هتقسمي شعرك خصل وتحطيه على شعرك وتسرحي شعرك عادي. عايزه اقول لحضرتك ان الوصفه دي ممكن احطها على شعر النهارده، وممكن اغسل شعري بكره، مفيش منها اي مشكله. زي ما قلت لك بذر الكتان من الوصفات اللي ممكن بحطها على شعر يوم او اتنين، مفيش منها مشكله. لكن مش حضرتك تسوقي لي فيها وتستخدمي لي الوصفه النهارده وبكره وبعده، لا ده اسمه تهريج. ايا كانت الوصفه اللي مستخدماها، الشعر اوتوماتيك بيتغسل مرتين في الاسبوع شتاء او صيف، فحضرتك ما تستخدمليش الوصفه لحد اخر الاسبوع ابص لها قلبت معانا بقشره وحاجات تانية سواء دي او غيرها. يعني في العموم ما فيش حاجه اسمها وصفه بس كريم يا ستي مستوردينه من امريكا ما ينفعش ان انا احطه على شعري اسبوع. مفترض ان عشان انا اوصل بنتيجه كويسه لشعري الشعر بيتغسل مرتين في الاسبوع، ما بالك بقى في الحر والعرق والصيف والجو اللي احنا فيه ده. فحضرتك هتستخدمي سي الوصفه النهارده، سي النهارده ايه من ايام ربنا الواحد بقى عايش ومش عارف الايام ماشيها حد، سي ممكن بكره الاثنين مثلا اروح انا غاسله شعري، فاهمه عليا؟ لكن مش اللي انا بقى اسيبه حد واثنين وثلاث ويوم الجمعه اجازه نغسل شعرنا، اوكي كده اظن المعلومه وصلتك. مجرد ما تحطيها هيديك نعومه، ما بعدها نعومه وترطيب للشعر، ما بعده ترطيب. زي ما قلت لك ان احتجتي جليسرين حطي، ما احتجتيش لا، انا شايفه ان هي قمر قوي كده وهي كده قمر جدا، يعني عايزه تحطي حطي، مش عايزه تحطي براحتك. جربي الوصفه هتعجبك جدا، وبالله عليكي حطي لايك وحطي تعليق مش هتخسري حاجه. بصي يلا على ملف الفازلين هسيبه لك في اول تعليق مع باقي الملفات.